السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، والتي نخصصها للحديث عن مساعي الجامعة العربية لتنشيط دورها في حل الأزمة الليبية، لا سيما وأنها كانت غائبة في السنوات الأخيرة عن الجهود والوساطات الدولية الرامية لتقريب وجهات نظر الأطراف الداخلية في ليبيا. فما خلفيات تحرك جامعة الدول العربية من أجل لعب دور متقدم في حل الأزمة الليبية؟ وهل من دلالة لتوقيت هذه المساعي؟ ما القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها الجامعة العربية للمساعدة في إيجاد حل للملف الليبي؟ وهل الجامعة العربية مستقلة في تعاطيها مع الشأن الليبي أم أنها تتأثر بالموقف المصري؟ أخيرا، ما المطلوب الآن من الأطراف الليبية لتسهيل دور الجامعة العربية وإنجاح الوساطات الإقليمية والدولية؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الصحفي أحمد جمعة، عبر الهاتف من مصراتة الناشط السياسي أحمد الروياتي، وعبر سكايب من روما الناشط السياسي محمد فؤاد. أما عبر الأقمار الصناعية من طرابلس ينضم إلينا الناشط السياسي صلاح البكوش. أرحب بكم جميعا ضيوفنا ومشاهدينا، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع تقرير العاشرة. في محاولة لتنشيط دورها في حل الأزمة الليبية، تواصل جامعة الدول العربية تحركاتها في محاولة لتدارك غيابها عن الجهود الرامية لتقريب وجهات نظر الأطراف الداخلية. فقد بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وفد من أعضاء مجلس النواب برئاسة محمد شعيب آخر التطورات في ليبيا بهدف إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى البلاد. ونقل المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية محمود عفيفي عن أعضاء مجلس النواب مطالبتهم بتعيين مبعوث خاص للجامعة يكون معنيا بالتطورات في ليبيا، لافتا إلى أنهم ناقشوا تنفيذ اتفاق الصخيرات وجهود دعم المؤسسات الليبية الموحدة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب. وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة ستتواصل خلال الفترة القريبة المقبلة مع مختلف الأطراف المعنية بالوضع في ليبيا. أبو الغيط قال إنه من غير المقبول تنحية دور الجامعة في تناول الأزمات التي تمر بها الدول العربية ومن بينها الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى ما نص عليه القرار الصادر عن قمة نواكشوط فيما يتعلق بدعم وحدة ليبيا واستقرارها وتكليف الجامعة العربية بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن. هذا وتبقى جهود الجامعة العربية والوساطات الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا معطلة إلى حين قبول الأطراف الداخلية بضرورة الالتزام باتفاق الصخيرات وتقديم تنازلات من أجل بناء وطن يسع للجميع. ويبقى السؤال، هل ستبدأ الجامعة فعلا في التواصل مع جميع الأطراف والضغط من أجل الوصول إلى حل للأزمة، أم أنها ستكتفي كما اكتفت في بداية الأزمة بمتابعة الصراع وانتظار أن يحسموا عسكريا؟ نبدأ الحوار معك سيد الروياتي، كيف تقيم دور جامعة الدول العربية لحل الأزمة في ليبيا، خاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن أغلب القادة العرب أجمعوا في الدورة السابقة بنواكشوط على ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكرك على استضافة سيدتي وأحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا بك. لعل المتتبع لمشهد الجامعة العربية ومنذ تأسيسها أنها لا شك وكما جاء في تقريركم لديها نوع من السلطان الأدبي تجاه مصر، أو مصر لديها نوع من السلطان الأدبي تجاه الجامعة العربية بشكل أو بآخر. الكل يعرف أن الجامعة العربية هي جامعة سياسية دبلوماسية تحاول تقريب وجهات النظر على هذا المستوى السياسي والدبلوماسي، ليس أكثر، ليس لديها فاعلية على الأرض إلا في حالات بسيطة لعلها من ضمنها ربما تأييد ثورة ليبية، وعندما كان لها دور استندت عليه مجلس الأمن في ذلك الحين، أيضا في حرب الخليج الأولى أعتقد كان لها دور معين، ولكن في بقية الظروف في مجملها نجد أن دورها ليس بذلك الدور القوي، ولكن يظل إشارة تبعث للداخل والخارج توحي بأن هذه الدولة التي تؤيد قرار معين فيها الجامعة العربية أو تلعب اي دور فيها هي عضو من مجموع لديه سند في هذا الواقع. عندما صرح به السيد احمد ابو الغيط مؤخرا انا شخصيا اعتبره ربما استكمال للمشروع الذي بدات تتبناه مصر بعد الحوارات الاخيره واستقبالها للعديد من الوفود عن البرلمان سواء كانوا مؤيدين للحكومه او الرافضين لها،
وايضا اعضاء من المجلس الرئاسي. نعم. هذه المحاولات التي ظهرت في عديد التقارير لبعض الجهات الرسميه المصريه والتي تفيد انها ربما استكانت قليلا او انها غيرت من اتجاهاتها نحو دعم تيار بقوه، تحاول الان بعث خطاب سياسي جديد متوافق تحاول من خلاله ان تكون لها دور في لملمه الاطراف الليبيه، لعله يكون وكون مصر هناك حساسيه من بعض التيار تجاه اعمالها في ليبيا تحديدا دعمها المحبوق وتدخلها. طيب سنتطرق في وقت لاحق الى دور الجامعه العربيه وهل هي تعمل يعني بمعزل عن الموقف المصري من ليبيا، ولكن بما انك اشرت الى المحادثات التي اجراها امين عام جامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط مع وفد مجلس النواب، برايك سيد فؤاد ما طبيعه هذه المحادثات؟ والصلاه والسلام على رسول الله، تحيه لك ولضيوفك الكرام. اهلا. دور الجامعة العربية كما يعلم الجميع يعني كان منحازا في فترة ما إلى جهة واحدة في الأزمة الليبية، الآن تحاول الجامعة العربية إصلاح ذات البين ما بين أعضاء البرلمان أنفسهم، الكل يعلم أن هناك مشكلة في البرلمان، هذا ما تقوم به مصر الآن وتقوم به الجامعة العربية أيضا. استمعت أنا لتصريح المتحدث باسم الجامعة، في الحقيقة لم يعجبني كثيرا هذا التصريح، وخصوصا انه ذكر ان المؤسسات الليبيه النابعه عن الاتفاق ولم يذكر فيها المجلس الاعلى للدوله، وهذا بدايه خاطئه طبعا. اذا كانت الجامعه العربيه تريد فعلا اصلاح الوضع في ليبيا او تدخل في الوضع في ليبيا او محاوله تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبيه جميعها، فعلى الجامعه العربيه ارسال مبعوثيها الى طرابلس والالتقاء هناك بجميع الاطراف، ثم ان الجامعه العربيه ملتزمه بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تقول أن الجهة الرسمية الوحيدة أو الحكومة الوحيدة الموجودة هي حكومة طرابلس برئاسة السيد السراج. طيب ذلك كان مطروحا فيما يتعلق بتعيين موفد للجامعة إلى ليبيا، ولكن طبيعة المحادثات التي تجريها الجامعة العربية الآن مع مجلس النواب برأيك أي صبغة تعتريها؟ هي محاولة لإصلاح لتقريب وجهات النظر بين البرلمان نفسه وليس بين الأطراف الليبية، محاولة تقريب وجهات النظر بين المعارضين للاتفاق في البرلمان والمؤيدين للاتفاق في البرلمان، وليس الإصلاح تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية. للأسف الشديد الجامعة العربية متأثرة كثيرا بالدور المصري، والدور المصري كما يعلم الجميع منحاز إلى طرف واحد. صحيح كما قال السيد أحمد هناك تطور في الموقف المصري أخيرا، يبدو أن هناك ضغوط خارجية على مصر لاتخاذ موقف أكثر اعتدالا. طيب. ولكن الآن تبقى مصر هي الداعم الأول لعدم الاستقرار في ليبيا. سيد بكوش، بحسب المعلن فإن اللقاء بحث آخر تطورات في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى البلاد، برأيك ما الذي بإمكان الجامعة العربية أن تقوم به اليوم؟ لا شيء، هذا هو الواقع. الجامعة العربية لم تقم بأي شيء في أزمة العراق والكويت، لم تقم بأي شيء في أزمة اليمن، بل اضطر اليمنيون للذهاب إلى مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي، تأسيس مجلس التعاون الخليجي هو دليل على ضعف وعز الجامعة العربية. لم تقم الجامعة العربية بأي دور في سوريا، ولم تقم الجامعة العربية بأي دور في الصراع حول الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب، ولم تقم بأي دور. أنا أذكر عندما أرسلت الجامعة العربية مبعوثا لها دكتور ناصر القدوة إلى ليبيا واجتمعنا معه، يعني معلوماته كانت غريبة جدا، وعندما سألناه من أين أتيت بهذه المعلومات قال أتيت بها من السيد عبد الرحمن شلقم، وهو دليل على أن الرجل لا يعرف ما هي أساسيات الصراع في ليبيا. وعلى هذا الأساس أعتقد أن هذه، وهو ما ذكره ضيوفك الكرام، أن هذه اللقاءات بين أعضاء من البرلمان وأمين الجامعة العربية هي علاقات بروتوكولية على هامش المحادثات مع السيد سامح شكري، وعلى هذا الأساس أعتقد أن الجامعة العربية لن تخرج ولم تخرج أبدا عن القرار المصري ومن يدعم القرار المصري. الجامعة العربية سكتت إلى أن تحركت مصر وغيرت من موقفها، وعلى هذا الأساس تحدث السيد أمين الجامعة العربية. طيب سيد جمعة، من وجهة نظرك ما أهمية تعيين مبعوث خاص للجامعة يكون
معنيا بالتطورات في ليبيا؟ يعني في البدايه مساء الخير استاذ علا والاستاذ صلاح والاستاذ محمد فؤاد. في البدايه بس عايز اوضح عده نقاط. مصر لم تغير موقفها من ليبيا. مصر كانت تتعامل مع مجلس النواب الليبي الذي كان معترف به بعد انتهاء ولايه المؤتمر الوطني، تعاملت مع الحكومه المنبثقه عن مجلس النواب الليبي. مصر لم تغير موقفها من الازمه الليبيه، هذه واحده. الاخرى، مجلس التعاون الخليجي سيد صلاح تم تشكيله بسبب الثورة الإيرانية وتسديد إيران لأمن دول الخليج وليس لضعف الجامعة العربية. الثالثة، تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في هذا التوقيت لفهم والوقوف على مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية الجارية في ليبيا، لأن الجامعة العربية مع تولي السيد أحمد أبو الغيث للأمانة العامة يسعى إلى حلحلة الأزمات في العديد من الدول العربية. نعم، الجامعة العربية شابه نوع من الضعف في فترة الأمين العام السابق الدكتور نبيل العربي، لكن السيد أحمد الغيث يسعى بشكل حثيث إلى حل الأزمة الليبية من خلال تعيين مبعوث خاص، وأعتقد خلال أشهر قليلة سيقوم السيد الأمين العام بزيارة إلى طرابلس. اليوم السيد سامح شكري اجتمع مع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد أحمد معتيق. مصر بتسعى لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية ووزير الخارجية. طيب، نحن نتحدث على كل حال عن الجامعة العربية وليس مصر. نعم. لكن ما الذي بإمكان المبعوث لهذه الجامعة العربية أن يقوم به من دور ملموس تجاه الأزمة الليبية؟ المبعوث يمكن أن يقوم بعدة أدوار، أبرزها المصالحة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الليبي هي الأساس في حل الأزمة الليبية وحلحلة الأزمة الليبية. المصالحة الوطنية، الوقوف على مشكلة النازحين، مشكلة المهجرين، العديد من الأزمات السياسية، والوقوف على الأوضاع العسكرية في ليبيا. ما الذي تحتاجه ليبيا على المستوى السياسي، على المستوى العسكري؟ المساعدات التي يجب أن تقدمها الدول العربية بشكل عاجل إلى أشقائنا في ليبيا، المساعدات الغذائية، المساعدات الطبية، العديد من الأمور التي يجب أن تقدمها الدول العربية دعما للمواطن الليبي البسيط ومساعدة أشقائنا في ليبيا. واضح. مرور بسلام يعني أزمتهم الراهنة. أريد أن أوضح نقطة أخرى سيدتي. السيد الأمين العام أحمد أبو الغيث وعد كافة الأطراف الليبية، مستشار شارع جيلة صالح والسيد فائز السراج، بأن الجامعة العربية تسعى لوفاق كامل بين الأطراف الليبية ولا تميل لأي طرف من الأطراف، ستكون الجامعة العربية جهة محايدة. نقطة أخرى هامة، الجامعة العربية فعلا هي مؤسسة سياسية ودبلوماسية تسعى لتقريب وجهات النظر. يعني أحد الضيوف المتحدثين قال أن الجامعة العربية ليس لها دور أو وجود على الأرض. ما هو الوجود على الأرض الذي يعني سيادتك تبحث عنه؟ الجامعة العربية هي مؤسسة تجتمع فيها كافة الدول العربية للاتفاق على بعض الأمور السياسية والدبلوماسية التي تؤدي إلى الحلحلة، والأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا سياسيا. طيب، اسمح لي إذا اسمح لي من هذه النقطة ننتقل إلى السيد الروياتي ليعلق على ما أفدت به. تفضل سيد الروياتي، ما تعليقك على ما أفاد به سيد جمعة؟ أشكرك سيدتي. بالفعل أريد الرد ولو بسيطة على السيد جمعة، ولكن قبل ذلك أريد أن أكمل بخصوص النقطة التي لم أستطع إكمالها في مداخلتي الأولى. ما قصدته أن الجامعة العربية تدور بشكل أو بآخر في فلك السياسة المصرية، ولذلك أعتقد أنه بعد التغيير الأخير في السياسة المصرية ولكون السياسة المصرية والإدارة المصرية تعرف أن تيارات معينة أصبحت تكن العداء لمصر بشكل أو بآخر كونها وقفت ولو بشكل عسكري مع تيار ضد آخر، لذلك تحاول الآن تمرير أفكارها حتى المنفتحة الآن على الوضع الليبي عن طريق الجامعة العربية لكي تبعد عليها الضغوطات. هذا ما أعتقده أنا شخصيا. تحاول الآن السياسة المصرية أن تمرر مشروعها الجديد في إحداث توافق ما بين. واضح، هذه نقطة مهمة جدا، ولكن اسمح لي فقط السيد الروياتي أننا نفصل فيها أكثر في سياق حلقة اليوم، لربما في المحور الثاني لأننا نخصصه على علاقة جامعة الدول العربية بمصر. ولكن ماذا عما قاله سيد أحمد جمعة؟ يقول أن جامعة الدول العربية أو الموفد لجامعة الدول العربية من المنتظر أن يقوم بدور مهم في مسألة النازحين، مسألة المصالحة الوطنية، وأيضا فيما يتعلق بالحراك العسكري. كيف تعلق على ذلك؟ نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أرد بسيط على السيد أحمد جمعة والذي أحترمه كثيرا عندما قال أن السياسة المصرية لم تتغير وأنها استندت في عدم تغييرها أنها كانت تدعم البرلمان الشرعي. كنا نتمنى من السيادة المصرية والإدارة المصرية أن تستمر في دعمها بالشرعية المعترف بها دوليا كما جاء على لسان السيد أحمد
جمعة وأن تعترف بالمجلس الرئاسي الجديد ومخرجات ما يعرف الاتفاق الوطني. كلنا نعرف أنه اعترف به من جميع دول العالم إلا مصر في الآونة الأخيرة فقط استطاعت أن تخرج من صلب دعم تيار معين يرفض هذا التوافق على رأسه ما يعرف بتشكيلة حفتة. سيد أحمد جمعة الكل يعرف أن مصر تدعم ما يعرف بتشكيلة حفتة رغم أنه إلى الآن هو تيار ليبي لا يعترف بالمجلس الرئاسي ومخرجات الاتفاق السياسي الذي تدعمه كل دول العالم، وهذا نقطة ليست في صالح مصر تحديدا. أما بخصوص المبعوث هذا أعتقد ربما هو إجابة على السيد على أحد ضيوف الكرام عندما قال أنه الكثير من الساسة الذين يتبوؤون مناصب الجامعة العربية لا يعرفون تفصيلات الأحداث داخل الدول المعينة. أعتقد أن هذه الحقيقة الآن ومطالب السيد محمود عفيفي تحديدا كونه الرجل الثاني الآن في الجامعة العربية بمبعوث خاص وقد طلب ذلك أعتقد من المجلس الرئاسي لكي يكون على اطلاع ويطلع الساسة في الجامعة الدول العربية بالأحداث الليبية وبالظروف والمتلابسات لكي يستطيع أن يخرج أي قرار من الجامعة العربية بشكل حقيقي بدل أن يبعث أي عضو عربي آخر يحاول أن يتحاور مع الأطراف الليبية وهو لا يعرف شيئا عن الأحداث الحقيقية داخل ليبيا. أعتقد أن هذه خطوة جيدة بالفعل وخطوة تحسن للسيد أحمد الغيط أنه يطالب بمبعوث دائم على الإشكاليات الليبية الحالية ليطلعهم على مسجدات الأمور. من بعدها يمكننا أن نحكم هذه الجامعة العربية بالفعل على قدم المساواة بين كل الأطراف وخطابها خطاب يشمل كل الليبيين أم أنها لا زالت أو ربما تحاول مسايرة طرف على طرف آخر وستظل. وكما قلنا دائما وهذه أشكال فيها مع ضيفي الكريم بأن الجامعة العربية ليست بتلك الفاعلية مهما كانت، نحن فعلا نطلب منها أن تكون على الأرض ولكن لم يكن لها يوم إلا في أحداث بسيطة جدا قرار فاعل وقوي على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي داخل أي دولة حيث أثرت في المشهد السياسي وغيرت منه. طيب سيد فؤاد، في سياق تنفيذ بنود اتفاق الصخيرات الاتفاق السياسي وجهود دعم الجامعة العربية للمؤسسات الليبية الموحدة، هذه نقطة كنت قد انتقدتها في وقت سابق، هل ترى أن الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ودعم المسار الديمقراطي في ليبيا سيكون حل كافي وشافي؟ لم أفهم السؤال جيدا، هل هو حل كافي بالنسبة لليبيا؟ لا أدري حقيقة. المفروض هل عندما تقول الجامعة العربية أنها تدعم حكومة الوفاق وتعترف بها كسلطة شرعية ممثلة لليبيا، هل هذا الاعتراف يمثل خطوة أولى نحو حل الأزمة الليبية في رأيك؟ طبعا لا شك في ذلك، هو خطوة أولى ولكن يجب أن يتبعها خطوة أخرى وهي عدم الاتصال بأي حكومة غير حكومة طرابلس، يعني عدم التعامل مع حكومة الموجودة في طبرق حكومة تني، وعدم التعامل أيضا مع الذين لا يعترفون بالاتفاق السياسي وخصوصا السيد حفتر. الكل يعلم أن السيد حفتر أعلن وبوضوح أنه خارج هذا الاتفاق السياسي، بل أن السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان الحالي هو ضد الاتفاق السياسي ولا زال يدعم حكومة تني. فهنا هناك إشكال حقيقة، يعني كما قال ضيفك السيد أحمد جمعة أن مصر مثلا وهي داعمة أساسية أو لاعب أساسي في الجامعة العربية اعترفت بمجلس النواب لأنه هو الجسم الشرعي. الآن الجسم الشرعي الموجود هو حكومة الوفاق، يجب على مصر وعلى الجامعة العربية عدم التعامل مع أي جسم خارج هذا الاتفاق، هذا أولا. ثانيا يجب التعامل مع جميع الأجسام المنبثقة عن هذا الاتفاق. سيد بكوش، هل ترى أن تحركات الجامعة العربية إذن اليوم تأتي لتدارك فشلها لربما في التعاطي مع الصراعات في المنطقة بشكل عام وتحديدا في ليبيا؟ هو أول يجب أن نعترف أن الجامعة العربية ليس المهم ما هو الموقف، المهم هو ما الذي تستطيع أن تقوم به الجامعة العربية فعليا. الجامعة العربية نظامها ينص على أن الموافقين على قراراتها فقط ملزمين بتنفيذ هذه القرارات، أما من لا يوافق على أي قرار فهو في حل من الالتزام به. وعلى هذا الأساس ما الذي نتوقعه من الجامعة العربية؟ ربما كما قال أحد الضيوف ربما سيد روياتي هو أن الجامعة العربية ستكلف من قبل ربما مصر والأطراف الأخرى أن تتعامل مع الأجسام التي لا تريد مصر التعامل معها. وعلى هذا الأساس أنا أريد أن أقول للسيد أحمد جمعة أن مصر لا تتعامل بحيادية ولا أحد يصدق ذلك يا سيد أحمد جمعة، ليس نحن فقط ربما نحن منحازون ولكن العالم كله يعرف ذلك. وعلى هذا الأساس
الاتفاق السياسي الليبي كان بين طرفين، بين الطرف الذي يمثله مجلس الدولة الآن والمجلس النواب، وأنتج حكومة الوفاق. أما أن يقول السيد سامح شكري والسيد أمين الجامعة العربية أنهم سيتعاملون مع مجلس النواب وحكومة الوفاق، هذا يعني بأن مصر لا زالت والجامعة العربية تابعة لها لا زالوا يصرون على عدم القيام بدور الشريك أو الوسيط الغير متحيز. أنا في تصوري أن دور الجامعة العربية سوف لن يقوم بأي شيء كما هو الحال في جميع المواقف السابقة على مدى أربع عقود أو خمس مضت، هي أن المواقف العربية تعتمد على مواقف دول كما حدث في سوريا. أين هو الموقف العربي؟ أين هي مصر مما حدث في سوريا؟ الآن هناك السعودية والإمارات وقطر مشتركين في تحالف ليس فيه مصر كما يحدث في اليمن. وعلى هذا الأساس أعتقد أننا سننتظر ربما هذا التغير في الموقف المصري، ونعتبره تغير إيجابي، ربما يتطور إلى أكثر إيجابية في المستقبل القريب. طيب، بما أنك تشير ما الذي بإمكان الجامعة العربية أن تقوم به سيد بكوش، اسمح لي أن أنقل هذا السؤال إلى سيد جمعة ولو بصيغة أخرى. يعني سيد جمعة، هل تعتقد في الأساس أن جامعة الدول العربية قادرة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإنهاء الأزمة السياسية والأمنية أو الأزمة بجميع جوانبها في البلاد؟ يعني في البداية اسمح لي أستاذ علا أن أصحح بعض النقاط. يعني ضيوف حضرتك يعني غير مطلعين بالمرة على السياسة الخارجية المصرية. اليوم وزير الخارجية سامح شكري كان هناك مؤتمر صحفي وسألناه عن الأوضاع في ليبيا، وأكد أن مصر تدعم الاتفاق الذي تم توقيعه في السخيرات وما نتج عنه من المجلس الرئاسي الذي تم اعتماده من مجلس النواب الليبي والحكومة التي تقدم بها. مصر أكدت وتؤكد دوما أنها مع الاتفاق السياسي، وأما مصر معترفة بالمجلس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني، وإلا فكيف الوزير خارجية مصر أن يستقبل أعضاء المجلس الرئاسي وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج من دون أن تكون مصر معترفة بالمجلس الرئاسي؟ رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كافة أعضاء المجلس الرئاسي، فكيف لدولة لا تعترف بمجلس رئاسي وحكومة تنبهت عنه؟ مشكلة الحكومة نتركها جانبا الآن حتى يتم البت في أمرها. يعني الليبيين نفسهم يعني لم يتم حسم أمر الحكومة، لكن مصر معترفة بمجلس رئاسي. بالدليل الاستقبال الرسمي الذي يحظى به السيد فايز السراج رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيد فايز السراج وكافة أعضاء المجلس الرئاسي، وكذا وزير الخارجية سامح شكري، ويؤكد دوما دعم مصر الاتفاق الموقع في السيرات، دعم مصر المجلس الرئاسي، دعم مصر حل الأزمة عبر التوافق وليس عبر أي صراع. طيب، نعود إلى جامعة الدول العربية، ما الذي بإمكانها أن تقوم به في هذا السياق؟ نعم، الجامعة العربية يمكنها أن تلعب دورا هاما في الفترة المقبلة. يعني لابد أن نوضح نقطة هامة، الجامعة العربية وسياستها هي انعكاسا لسياسة الدول العربية والحالة التي تعيشها الدول العربية من الضعف والتشرذم والإرهاب الذي ضرب كافة الدول العربية. فبالطبع ما يحدث في الدول العربية سينعكس على الجامعة العربية وزراء خارجيتها. الموقف مصر من سوريا يعني موقف يعني يرجع للدبلوماسية المصرية بسبب يعني تهديد الجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا لأمن مصر، لأن سوريا هي تعتبر ظهر مصر. نحن لنا سياسة في سوريا، نتعامل مع المعارضة السورية، مصر تستضيف فصيل معارض تيار الرد السوري. فالسيد البكوش يعني أتمنى أن تكون مطلع بشكل أكثر على الدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية. الجامعة العربية يمكنها أن تلعب دور بارز في الفترة المقبلة إن تعاونت الدول العربية وتنازلت عن كبريائها. بعض الدول العربية لو تنازلت عن كبريائها لتحقيق التوافق العديد من الملفات وعلى رأسها الملف الليبي سيتم حسم الأزمة. بعض الدول العربية تتحفظ على بعض المشروعات التي طرحت، وهي القوى العربية المشتركة التي طرحتها مصر لمحاربة الإرهاب وليس للتدخل في شؤون أي دولة أخرى. محاربة الإرهاب، عندما تطلب دولة مساعدة تلك القوى في محاربة الإرهاب تتدخل تلك القوى. طيب، تدخلت دول عالمية كبرى و
طيب يعني أنت ترى أن جامعة الدول العربية قادرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية إذا ما توحدت الرؤى داخل الجامعة، صحيح؟ بالتأكيد. طيب اسمح لي هنا أن ننتقل إلى سيد الروياتي. سيد الروياتي، ما القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها الجامعة العربية للمساعدة في إيجاد حل للملف الليبي؟ سيدتي، قبل إجابة على سؤالك، أيضا أتمنى تعقيب آخر على السيد أحمد جمعة. تفضل في إجازة. لعلني سأرد عن نفسي، أنا شخصيا متابع بشكل جيد، لن أقول بشكل ممتاز، على السياسة المصرية الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بها بليبيا، وأعتقد أنه هو ربما الغير متابع للمشهد السياسي الخارجي لمصر تجاه ليبيا، لأنه عندما يقول لي أن الإدارة المصرية بقيادة السيسي اعترفت بالمجلس الرئاسي بمخرجات الاتفاق السياسي، سأقول له أنك مخطئ سيدي، أعتقد أن المجلس الرئاسي متواجد منذ شهر 12 الماضي، أي أكثر من 8 أشهر. أعتقد أن مصر غيرت سياستها وتصريحات مسؤوليها الآن في الآونة الأخيرة، في الشهر الماضي فقط، عندما تبنت ربما عبر ضغوطات من دول أخرى أمريكية وغيرها، بدأت تتبنى فكرة محاولة الحوار مع كل الأطراف، ومحاولة لملمة الأطراف، ولكن مع ذلك لا زالت تصر على دعم تيار معين، وهذا مخالف للأعراف السياسية التي ربما بكلمة مختصرة أعتقد أن القواعد السياسية تقول أن على الدولة أن تتعامل مع الأوضاع الداخلية وفق ما يتواجد داخلها وفق ما يتفق عليه الساسة داخل هذه الدولة، لا أن تحاول فرض سياسة معينة، لأنها كانت في الخمسة أشهر الماضية بداية من مخرجات الحوار الوطني عندما تواجد في المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والبرلمان، رغم تعرقله الداخلي فيما بينه، أصبحت مصر تصر على إدخال ما يعرف بتشكيلات حفتر أو حفتر، وكأنه الجيش الليبي الحقيقي الذي يجب على التوافق الوطني أن يتبناه في مجموعه، وحاولت مصر بذلك وضربت بعرض الحائط سياسات دول الجوار واحترام دول الجوار بفرض رأيها في هذا الموضوع، ولم تتعامل مع الواقع بواقع أن هذا المخرج الاتفاقي هو مخرج توافقت عليه أطراف كثيرة ليبية واعترف به المجتمع الدولي. هذه الحقيقة التي ربما غابت على سيد أحمد. مصر فقط منذ شهرين سيدي فقط أصبحت تتعامل بمنطقية وبتصريحات رسمية بأن المجلس الرئاسي والتوافق هو السلطة الشرعية، أما قبلها فلم يكن الأمر كما كان الآن سيدي. طيب. أما بخصوص دور الجامعة العربية، أعتقد وأعيده وأكررها، لن يكون للجامعة العربية دور فاعل كونها لا تحمل الأدوات أو ليست لديها الأدوات الجبرية تتمكن من فرض أي شيء على الداخل، لكن الدبلوماسية السياسية بإمكانها عبر أطراف عربية كثيرة أن تضغط على تيارات معينة لديها ميول ولديها اتجاهات لدول عربية أخرى. إذا استطاعت الجامعة الدول العربية أن تثني بعض الدول وأن ترغم بعض الدول ولو دبلوماسيا وسياسيا بتغيير سياستها، كما تغير السياسة المصرية حاليا بشكل أو بآخر، وأخص بالذكر مثلا الأردن، الإمارات، قطر، هذه الدول إذا استطاعت تأثير الجامعة العربية الداخلية عليها بأن تغير من مسارها السياسي تجاه ليبيا، ربما يكون هناك نوع من الاعتدال وتقارب في وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة التي لديها أدرع في الدول العربية. طيب، أنت تشير إلى أن جامعة الدول العربية يكون لها دور في السيطرة على مواقف هذه الأطراف التي لربما لديها مواقف يعني مغايرة من الشأن الليبي. سيد فؤاد، ما إمكانية حدوث ذلك؟ هل عندما تضغط الجامعة العربية على مواقف أطراف معينة تكون قد مارست دورها المنوط بها حقا؟ هو لا شك أن الجامعة العربية تعبر عن آراء الدول المشاركة فيها، ومن أهم الدول كما نعلم هي مصر ودول الخليج، ودول الخليج ومصر، بعض دول الخليج ومصر هي الداعم الأول للبرلمان كما يعلم الجميع. إذا أرادت فعلا الجامعة العربية أو تلك الدول العربية ممارسة ضغوط حقيقية على الممانعين الآن لعملية السلام، تستطيع فعلا الجامعة العربية عبر يعني هذه الدول عبر الجامعة العربية أن تقوم بشيء. يجب أن نفهم شيء مهم، يعني التوقيت أيضا مهم جدا. الرسالة الأمريكية بمساعدة الثوار أو القوات المسلحة الليبية في سرت كانت رسالة واضحة جدا، أن الدعم الوحيد في ليبيا أو أن الحكومة الوحيدة المعترف بها من قبل الإدارة الأمريكية هي ليبيا، وكانت إنذارا لجميع الدول التي تدعم أي جهة غير حكومة الوفاق في طرابلس. وهذا ما يحدث، هذا ما نراه هذه الأيام من حركة دبلوماسية نشطة في جميع العواصم العربية، وليس في القاهرة فقط بل أيضا في الأردن وغيرها من العواصم. طيب، هو الاستماع للإنذار الأمريكي أو فهم الرسالة الأمريكية كما يبدو، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن الموضوع الليبي في هذه الأيام مهم بالنسبة لها، وهذا ما يحدث الآن. طيب، الساحة الليبية مليئة بالأطراف. أمين عام جامعة الدول العربية أحمد البولغيط قال إن الجامعة ستتواصل خلال الفترة القادمة مع مختلف الأطراف المعنية بالوضع في ليبيا. برأيك سيد فؤاد، ما الذي سيشملهم هذا التواصل؟
ومن الذين هو طبعا سيشارك؟ الاطراف الان موجوده رسميا على الساحه هي 3 اطراف فقط، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الاعلى للدوله. هذه الاطراف السياسيه التي هي المفروض انها تتصل بها، ولكن لا شك طبعا ان هناك اطراف اخرى معارضه سواء في مجلس النواب او في المؤتمر الوطني السابق او غيرها، او هناك قبائل او شيء، لا ادري ان كانت الجامعه العربيه تريد الاتصال حتى بهذه الاطراف لاقناعها بشيء، ولكن كما قلت الجامعه العربيه تعبر عن راي الدول المشاركه فيها وخصوصا دول الخليج ومصر. اذا اردت هذه الدول كما قلت يعني فعلا حالة الأزمة الليبية تستطيع الضغط على الأطراف التي تدعمها في ليبيا للموافقة ولتقديم بعض التنازلات حتى تسير الأمور قدما إلى الأمام. طيب سيد بكوش، هل توافق سيد فؤاد الرأي بأن ضغوطا أمريكية هي ما دفعت الجامعة العربية ومصر للتغيير قليلا من موقفها تجاه الأزمة الليبية؟ الجامعة العربية أداة في يد السياسة المصرية والإماراتية. لا خلينا نقولها بصراحة، هل تعتقدين بأن لو جميع الدول العربية وافقت على مشروع قرار ستمتثل مصر؟ أو هل لو قرر جميع الدول العربية اتخاذ قرار هل ستمتثل الإمارات العربية؟ هذا غير واقعي، ولا بل أن نظام الجامعة العربية ينص على أن لا أحد عليه الامتثال سوى من يوافق. وعلى هذا الأساس هناك مشكلة رئيسية، وهي أن مصداقية الجامعة العربية لدى الطرف الذي يقابل مجلس النواب ليست لها أي مصداقية هناك، ليست لها أي مصداقية أمام مجلس الدولة أو أطراف فجر ليبيا أو ما إلى ذلك، لأن الجميع يعترف بأن على مدى ال5 سنوات الماضية كما قال ضيفك الدكتور مع فؤاد هي منحازة تماما. يعني كيف يمكن لمصر أو الجامعة العربية أن تلعب دورا وتوافق على الاتفاق السياسي، والاتفاق السياسي ينص على أن أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق يذهب إلى لجنة مكونة من مجلس النواب ومجلس الدولة، ويتغاضى السيد سامح شكري عن ذكر مجلس الدولة، وبالتالي يضطر السيد أبو الغيط للتغاضي عن ذكر مجلس الدولة لأن السيد سامح شكري قال إن هذا مش موجود. أما قضية الحكومة الوفاق، يا سيد أحمد جمعة، مصر لا تستطيع التنصل من قرار مجلس الأمن 2259 الذي نص على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية، لم ينص على أن مجلس الرئاسة كما تحاول تفسيره، بل أن بيان فيينا الذي وقعته مصر ينص على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ولا ينص على الاعتراف بمجلس مجلس الرئاسي. الواقع واضح، ولا نحتاج إلى محاضرة على أننا لا نفهم في السياسة الخارجية المصرية. أنا لا أفهم في السياسة الخارجية المصرية ولا أدري ما هو منطقها، ولكن أعرف جيدا ما هو الموقف المصري من القضية الليبية، ولا أحد يستطيع أن يغطي عين الشمس بالغربال. طيب سيد جمعة، رئيس الوزراء المصري قال في وقت سابق إن الأزمة في ليبيا تتطلب إيجاد حل سريع، هل المساعي الأخيرة للجامعة تأتي في هذا السياق؟ نعم، يعني هل لي أن أوضح بعض النقاط بعد إذنك أستاذة علا؟ تفضل. النقطة الأولى، يعني السيد سامح شكري وزير الخارجية منذ حوالي 10 أشهر استقبل السيد فائز السراج المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي. لمعلوماتك أستاذ أحمد، مصر أحد الدول المرشحة للسيد فائز السراج بأن يتولى رئاسة المجلس الرئاسي، هذه واحدة. الأخرى، الجامعة العربية، مصر لا تتحكم في الجامعة العربية، الجامعة العربية تتحكم يعني قرارها مستقل. بعض الدول تعرقل بعض المشروعات، يعني من مشروع القوى العربية المشتركة الجزائر عرقلته. هل تعلم يا سيد صلاح أن قطر كانت تعترض على ترشيح السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط أمين العام للجامعة العربية وكانت تسعى لإفشال تعيينه؟ يعني هذه نقطة، يعني بعض الأمور أريد أن أوضحها. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي في شهر نوفمبر 2015، منذ 10 أشهر مصر لم تغير موقفها، ويمكنكم الرجوع للبيانات الرسمية لرئاسة الجمهورية ولوزارة الخارجية المصرية لتتأكدون أن مصر أحد الدول الداعمة للسيد فائز السراج عندما كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي.
وليس عندما تولى. مصر تدعم السيد فائز السراج وتدعم المجلس الرئاسي كاملا وتسعى لحل الأزمة ولم تغير سياستها مطلقا. مصر لا تتحكم في الجامعة العربية، الجامعة العربية مؤسسة عريقة، الجامعة العربية كان لها أدوار مشرفة يعني بدءا من قمة أنشاص. الجامعة العربية في الوقت الحالي ما يحدث في الجامعة العربية هي انعكاس للموقف العربي، وهذا شيء منطقي. دولة الإمارات ومصر لا تتحكم في الجامعة العربية، بل كل شيء يتم في الجامعة العربية بالتوافق وليس بالأغلبية. ميثاق الجامعة العربية القرار يتم طيب. تمريره بالتوافق الكامل وليس بالأغلبية، والكل يعرف ذلك. الجامعة العربية تحتاج ثقة من الدول العربية في الأمين العام، تحتاج لثقة من كافة الدول العربية، وزراء خارجية الدول العربية، وأن تتنازل العديد من الدول العربية عن مصالحها. طيب سيد جمعة، بما أنك تتحدث عن الثقة، سيد بكوش أشار إلى أنه لا ثقة في الجامعة العربية في أي دور بإمكانها أن تمارسه اتجاه ليبيا، لأنه إذا ربطنا ما قاله سيد بكوش بما أفاد به أيضا سيد فؤاد بأن الجامعة العربية عندما تعترف بالاتفاق السياسي لا تأخذ أي موقف تجاه التحركات العسكرية أيضا من قبل أطراف هي ليست جزء من الاتفاق السياسي. أريد أن أوضح لسيادتك السيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني استضافته الجامعة العربية وأرسلت خطابا للسيد الوزير محمد الدائري بأن الذي سيحضر هو السيد محمد الطاهر سيالة. هذه نقطة. النقطة الأخرى ولا توجد ثقة العديد من الدول العربية في الجامعة العربية، لذلك الأمين العام أحمد أبو الغيث طالب ووضع مشروع لإصلاح ميثاق الجامعة العربية كي تكون فعالة بشكل أكبر في العديد من الأزمات، يعني يكون لها دور محوري ومركزي في حلحلة الأزمات إلا تكون يد الجامعة العربية مغلولة. السيد الأمين العام طرح المشروع اللي هو إصلاح ميثاق الجامعة العربية، ويعني نتمنى أن الدول العربية توافق على هذا المشروع وألا تسعى بعض الدول لإفشاله ولجعل الجامعة العربية دمية لتحقيق مصالح ما. الجامعة العربية فشلت فشلا ذريعا منذ ثورات الربيع العربي عندما سمحت للناتو بالتدخل لضرب ليبيا دون استراتيجية. الناتو الذي دمر البنية التحتية لليبيا، نعم أسقط طيب. نظام القذافي، نعم أسقط الطاغية، ولكنه دمر بنية دولة ودمر جيش دون استراتيجية واضحة لبناء هذه الدولة. طيب وضحت الفكرة. سيد الروياتي، إلى أي مدى وفقا لذلك بإمكان الجامعة أن تعمل بشكل حيادي مع شأن الليبي وبمعزل عن الموقف المصري من الصراع الليبي تعليقا على ما أفاد به سيد جمعة؟ أولا تعقيب سريع على السيد جمعة. أيضا السيد جمعة لا تناقض نفسك، كما قلت مصر أو الإدارة المصرية استقبلت السيد السراج منذ 10 أشهر، فعلا استقبلته وعندما كان مرشح، ولكنها لم تستقبله عندما أصبح رئيس المجلس الرئاسي إلا منذ شهر تقريبا. لماذا؟ السؤال لماذا؟ سيد أحمد، أعتقد أن البعرة لا تدل على البعير وأن الأثر لا يدل على المسير. سيدي، مصر عندما كانت في مرحلة الحوار والتوافق الوطني كانت تمارس ضغوطاتها لمحاولة تمرير أجندتها وفكرتها في المشهد السياسي الليبي بمحاولة الضغط على السراج وغيره لكي يتبنى فكرة أن ما يعرف بالتشكيلات العسكرية أو الجيش الليبي هو مجموعات حفتر، ولكن تبين لها بعد توقيع الاتفاق وتسلم المجلس الرئاسي لسلطاته من تونس وانتقل بعد ذلك لطرابلس أن المشهد ليس كما تبغاه أو ترغبه مصر، ولذلك نأت بنفسها عن أي تصريح رسمي وتحداك بذلك. يوضح أنها اعترفت بالمجلس الرئاسي الذي بدأ يعمل داخل ليبيا خلال أكثر من 6 أشهر مؤخرا فقط. كما قلت تغيرت السياسة المصرية ولا أعرف لماذا، ربما بضغوطات من مصر أو ربما لتغير استراتيجية معينة لا أعرف، ولكن تغيرت في خطابها وأصبحت تتبنى فعلا في خطاباتها وتصريحات مسؤوليها أنها تعترف بالمجلس الرئاسي وأنها تتعامل مع هذا المجلس. طيب وضحت هذه الفكرة. إذا كيف بإمكان الجامعة العربية أن تعمل بمعزل أو بشكل حيادي ومستقل عن الموقف المصري؟ أنا سيدتي سأكون معتدل في الخطاب، بالفعل لا أستطيع أن أقول أن الجامعة العربية في كليتها أو في جميع خطاباتها أو برنامجها هي منصاعة لمصر، ولكن لدى مصر تأثير عليها بشكل أو بآخر. عملت في بعض الأحيان بنموذج التفاعل العربي الحقيقي، لكن تظل دائما كما أقول هي أعمال إدارية دبلوماسية بروتوكولية ليس أكثر. ليست في الجامعة العربية أي أدوات الفاعلية الحقيقية على الأرض. بإمكانها أن تحدث نوع من التوافق إذا استطاعت الضغط على بعض الدول دبلوماسيا. لا، بعض الدول العربية لا شك أنها تعتبر كبرى ضمن مجموعة الدول العربية، لها تأثير قوي. بعض الدول صغرى، بعض الدول ضعيفة في واقعها. إذا استطاعت دول أو اتفقت دول معينة على استراتيجية معينة في ليبيا
من باب فعلا حبها لليبيا ومحافظتها على امن ليبيا واستقبال ليبيا كونها يمثل ايضا حفظ على الامن الاقليمي في كله، اعتقد اننا سنشهد تغيير معين بضغوطات على الدول المؤثره في المشهد الليبي، اما غير ذلك فستظل تصريحات. ايضا لا يجب ان نغفل وكما قلت هناك ولو بنسبه قليله تاثير للمشهد المصري، وانا ما اعتقد شخصيا حاليا ان خطاب المصري بعد تغييره السياسي تجاه ليبيا ولكونها تعرف ان هناك تيارات تنظر لها بنظره ليبيا بشكل معين تحاول ان تمرر اجندتها السياسيه الان عبر الجامعه العربيه، ونحن ذلك لا نرفضه، خاصه ان الخطاب المصري مؤخرا تغير بالفعل، اصبح يخاطب كافه الاطراف، نتمنى بالفعل ان تزول كل الشوائب، نتمنى بالفعل ان تتعامل مع كل مخرجات الاتفاق السياسي، نتمنى بالفعل ان تتعامل بعداله مع كافه الاطراف بدون تدخل. طيب اشكاليه مصر انها تحاول التدخل بفرض اجنده معينه داخلي، بفرض شكل معين لشكل السياسي الليبي، بشكل بفرض نماذج معينه او تيارات معينه، ربما مؤخرا اقتنعت ان هذا الامر يصعب تحقيقه بعد تفاعل تيارات اخرى ومحاركة للارهاب الحقيقي في سرت، ربما بضغوطات من دول اخرى، ولذلك تغير السياسه المصريه، نتمنى ان تكون تغير. طيب هذا على الصعيد السياسي وإن كانت بتاثير من السياسه المصريه. طيب اما على الصعيد الاجتماعي سيد فؤاد، ما الذي بامكان الجامعه العربيه ان تقوم به تجاه حراك المصالحة الوطنية في ليبيا؟ أنا أعتقد لا شيء حقيقة. الجامعة العربية كما قلت قبل قليل هي تعبر عن الدول التي تشكلها يعني، وكل هذه الدول كما نعلم جميعا يعني هي دول بعيدة عن الديمقراطية، كلها دول ديكتاتورية في معظمها يعني، كلها دول لا يوجد فيها أي احترام لحقوق الإنسان ولا أي صحافة حرة إلى آخر ما كل ما نعرفه عن الدول العربية، هي دول فاشلة اقتصاديا واجتماعيا وكل شيء. فماذا تستطيع أن تقدم هذه الجامعة إلى ليبيا التي نطمح نحن الليبيون أن نؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حقيقية؟ يعني بالعكس أعتقد أن معظم هذه الدول يعني تعادي حتى هذه الفكرة في ليبيا، وتتمنى حتى وإن لم تعلن ذلك عودة الدكتاتورية إلى ليبيا، ولهذا يعني هذا يفسر دعم بعض هذه الدول لمحاولات الانقلاب في ليبيا ومحاولات عودة حكم العسكر من جديد. فأنا أعتقد أن من الأفضل للليبيين الابتعاد عن هذه الجامعة وعن الدول العربية كلها يعني، يعني الدول العربية لا تستطيع أن تقدم لنا الكثير، بل بالعكس التدخلات العربية من جميع الدول العربية بدون استثناء هي من تزيد الوضع تعقيدا في ليبيا. فأعتقد أن الحل الأمثل لليبيا من بالنسبة لجامعة الدول العربية وللدول العربية هو أن يتركوننا في شأننا، وأعتقد أن لو تركونا في شأننا نستطيع نحن الليبيون الوصول إلى حل حقيقي فيما بيننا. أما هذه التدخلات الأجنبية العربية فلا تزيد الوضع إلا تعقيدا. سيد بكوش، هل توافق سيد فؤاد الرأي؟ بالطبع الجامعة العربية تفتقد إلى شيئين، وهو ما يجعلها تفتقد الشرعية، ودائما ما كانت في بحث عن الشرعية. الشيء الأول هو أن الدول الأعضاء لا تريد أن تتنازل عن بعض من سيادتها لتفعيل القرار الجماعي. في الاتحاد الأوروبي تنازلت الدول الأوروبية الداخلة في الاتحاد الأوروبي عن بعض سيادتها في القطاع المالي والنقدي وما إلى ذلك، وفي الهجرة وفي الحدود، حتى تتمكن من اتخاذ قرار جماعي فعال. ولكن الأهم وهو ما ذكره السيد الدكتور فؤاد هو أن هذه الجامعة ليست مبنية على أساس أن الديمقراطية أحد أعمدة هذه المنظمة، وعلى هذا الأساس ترين نحن رحمة الله عليه السيد منصور الكيخ الذي كان وزير خارجية ليبيا ومندوبة في الأمم المتحدة كان يقول لنا أن الاجتماعات الوحيدة التي يخرج فيها الشخصيات القيادية العربية تبتسم هي اجتماعات وزراء داخلية. وعلى هذا الأساس أنا أدعو الجميع إلى مراجعة اتفاقيات الإعلام واتفاقيات الإنترنت المشينة التي خرجت بها الجامعة العربية، اتفاقيات أمنية بدرجة بامتياز. ولكن أريد أن أعلق أيضا على السيد أحمد جمعة الذي قال نحن لا نتدخل في الشأن الليبي ونحن محايدين. يا سيد جمعة، لقد ذكرت لنا للتو أن مصر هي أحد الذين رشحوا السراج، بأي حق ترشح مصر رئيسا لوزراء ليبيا؟ ليبيا ليست مزرعة لمصر أو السيسي، يعني هذا اعتراف خطير، وهذه إهانة للسيد السراج يجب أن يرد عليها، ويجب أن يقول أنا لم يرشحني إلا الليبيين الذين كانوا مجتمعين في الصخيرات، وليس كما تقول أن مصر هي أحد الذين رشحوا السيد السراج.
طيب سيد جمعة، فيما يتعلق بمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة، هل بإمكان الجامعة العربية أن تلعب دورا في ذلك؟ يعني بالبداية أستاذ صلاح، يعني أنا عايزك بس تكون هادئ عشان الحوار المشاهد يعني توصل لي المعلومة بشكل واضح. أنا لم أقل أن مصر اختارت السراج كي يكون، قلت أن مصر أحد الدول التي رشحت ودعمت فائز السراج، لم تختار مصر. الشعب الليبي وحده هو من يقرر من يرأسه ومن يحكمه، الشعب الليبي وحده هو من سيقرر مصيره. لن تستطيع أي دولة كانت على وجه الأرض أن تفرض أجندة أو سياسة خاصة بها على الشعب الليبي. الشعب الليبي شعب حر، هو الذي سيقرر مصيره، هو الذي سيختار النظام الذي يريد أن يحكمه، نظام رئاسي، نظام برلماني. الشعب الليبي هو السيد الأول على الأرض الليبية، وليست أي دولة، ولم تتمكن أي دولة أيا كانت فرض أي أجندة على الشعب الليبي، لأن شعبه حر ويستطيع أن يختار ويفرق بين الخطأ والصواب. الجامعة العربية يمكنها أن تدعم ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب في عدة نقاط. يعني أنا متحفظ، وهذا وجهة نظري، أمريكا ليست بحاجة إلى طلب أو استئذان للتدخل في ليبيا. أمريكا دخلت وقصفت في سبراتا دون أي إذن من أي دولة. أمريكا دخلت وألقت القبض على أبو ناس الليبي دون أي استئذان من أي أحد أيا كان. أمريكا دخلت وقبضت على أبو ختالة في بنغازي دون أي استئذان. أمريكا ليست في حاجة. طيب ذلك وفق نظراتك الشخصية، ولكن حسب التصريحات الرسمية كل ذلك وفيما يتعلق أيضا بالضربات الأخيرة على سرت، تم ذلك بطلب من المجلس الرئاسي. ولكن أعود بك إلى السؤال الذي طرحت، ما الذي بإمكان الجامعة العربية أن تقوم به فيما يتعلق بمكافحة ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا؟ مصر طرحت مشروع القوى العربية المشتركة كي تكون قوة تساعد الدول العربية في محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. الحرب أو القوة يعني لا تكون الحرب فقط بحرب عسكرية، بل تكون أيضا بالمواجهة الفكرية عبر الأزهر الشريف، المؤسسة العريقة في مصر. سيكون الحرب على داعش عبر يعني تجديد الخطاب الديني، عبر الخطاب الديني الصواب وليس الخطأ الذي تشوهه التنظيمات الإرهابية. والدعم العسكري، الدول العربية قالت أنه مشروع المصري كان يتضمن تشكيل قوى عسكرية من كافة الدول العربية، تشارك مصر قوات برية، قوات صاعقة، تشارك الإمارات والمملكة العربية السعودية بسلاح الطيران لما تملكه من طائرات حديثة، جهاز الاستخبارات المصري يشارك، دول المجلس التعاون الخليجي كافة دون استثناء تشارك، كافة الدول العربية تشارك في القوى العربية المشتركة. المشروع أجهد من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقصف التنظيمات الإرهابية في ليبيا، لأن تقصف داعش. أمريكا هي التي أفشلت مشروع القوى العربية المشتركة للأسف، أمريكا هي التي أحبطت هذا المشروع. طيب وأيضا هنالك يعني مراقبون سيد جمعة يتحفظون على هذا المشروع خوفا من تسييسه لمصالح دول معينة، وبالتالي يتم يعني استهداف تمركزات تخدم مصالح هذه الدول، كيف تعلق على ذلك؟ كيف يكون تسييس وهو القرار يكون بطلب من الدولة؟ يعني طلب، إذا ليبيا تريد القوى العربية المشتركة تساعدها في محاربة الإرهاب، يتم عبر المؤسسات الشرعية في ليبيا، يتم عبر مجلس النواب، عبر الحكومة، لو كان هناك رئيس، عبر الرئيس، يكون بطلب من الدولة التي تعاني من التنظيمات الإرهابية المتطرفة المتواجدة على أراضيها. لا تتدخل القوى من تلقاء نفسها، بل يتم تقديم طلب رسمي لها كما فعل السيد المحترم فائز السراج، وقدم طلبا للولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف تنظيم داعش في سرت. طيب فيما يتعلق بهذه القوة سيد الروياتي، هل تعتقد أنه بالإمكان الاستعانة بها حقا في ظل ما يراه البعض أن الأطراف الليبية فقدت ثقتها في الدول العربية الأعضاء في الجامعة؟ تقصدين الاستعانة بمن سيدتي؟ بالقوى العربية التي يتحدث عنها السيد أحمد جمعة، القوى العربية المشتركة. نعم قبل الإجابة على هذا السؤال أتمنى رد بسيط على السيد أحمد جمعة أيضا بخصوص في إيجاز لو سمحت، تفضل. بإيجاز تدخلها، أعتقد السيد أحمد أن هذا أمر متوقع وموجود على الساحة الليبية. أمريكا تستطيع التدخل في كافة أو جل دول العالم بدون استئذان أحد، ولكن الغطاء الشرعي لأي عملية يستلزم احترام نوع من السيادة الوطنية، والدليل أن
أن أمريكا لم تتدخل فقط في ليبيا عندما ضربت في صبراتها وفعلت الكثير، بل أنها تدخلت حتى في الصومال، بل أنها تدخلت حتى في مصر. الكل يعرف أن مصر في حرب الخليج الأولى فتحت منافذها لدخول القوات الغربية كاملة حتى الخليج العربي، بل أنها بعد أنها وبشكل سري وربما هذا ضغوطات من أمريكا أيضا وفرض على مصر بعثت جنود ومجندات إلى ما يعرف بدول الخليج أو ما يعرف بالقاعدة العسكرية في قطر سيدي، لنحاول أن نزايل على بعضنا البعض ببعض المواضيع، وكان السيادة موجودة في دولة وغير موجودة في دولة أخرى. الكل يعرف أن أمريكا مسيطرة على شبه العالم وباستطاعتها أن تفعل أي ما تشاء بدون أن يردعها أي ردع، ربما دول بسيطة تستطيع أن تتحداها بشكل نسبي، هذه حقيقة على الواقع. أما بخصوص القوى العربية أعتقد أنه مشروع على الورق فقط، إلى الآن لا يوجد آلية لاتفاق سياسي عربي أو عسكري لكي نستطيع أن نقول أنه بإمكان استعمال هذا المشروع أو تفعيل بعض القوات ولو من بعض الدول باشتراكها في محاربة الإرهاب. الكارثة أننا إلى الآن لم نتفق على الإرهاب حقيقة داخل الدول العربية، كون أن الإرهاب مصبوغ بتوجه ديني هو التيارات الإسلامية، لذلك تظل إشكالية تعريف الإرهاب في الدول العربية والإسلامية خصوصا هو معضلة المعضلات. عندما نتفق الجامعة العربية على تعريف حقيقي للإرهاب تتفق عليه كافة الدول العربية عندما تكون مستقرة في كيفيتها، وده إدارة حكم واقعية ومعروفة. عندما تستقر على هذا التعريف يمكننا القول هل بالإمكان الاستناد على دول عربية لتفعيل هذا الموضوع، وبعد ذلك سندخل في تركيبات أخرى مالية وإدارية. أعتقد أن من الصعوبة بمكان على الدول العربية أن تتبنى مشروع مثل هذا المشروع، لا أحد سيتكفل بالمصاريف. طيب. كأمراء بعض الدول الغنية أيضا تريد أن تمرر أجنداتها في مقابل أن تعطيك بعض الأموال، لذلك يظل المشروع. طيب بما أننا نتحدث عن أدوار الدول الإقليمية والعربية بشكل عام، سيد فؤاد أنت رجحت أن تنفصل ليبيا عن أي مساعدة عربية، ولكن كيف بإمكان ليبيا وفق هذا السياق أن تبني علاقاتها الدبلوماسية؟ الدول هذا شيء، وأن تكون العلاقة مع الدول العربية هي العلاقة الأساسية هذا شيء آخر. يعني ماذا تستطيع كما قلت الدول العربية أن تقدم لنا؟ يعني هل تستطيع أن تقدم لنا شيئا في التكنولوجيا؟ هل تستطيع أن تقدم لنا شيئا في حقوق الإنسان؟ هل تستطيع أن تقدم لنا خبراتها الديمقراطية أو خبراتها القضائية؟ تستطيع أن تقدم لنا فقط قدرتها على القمع وكبت الحريات وإلى آخر هذا الكلام. كما قال السيد صلاح، الاجتماعات الوحيدة الناجحة للوزراء العرب هي وزراء الداخلية، هم فقط من ينجحون لأن كل همهم هو الحفاظ على أنظمتهم وعلى حكامهم. ماذا تستطيع أن تقدم لنا هذه الدول؟ يعني فاقد الشيء لا يعطيه حقيقة. طيب. ثم أن الإرهاب نفسه يعني مشكلة من مشاكل الآن الدول العربية، ولكنه ليس المشكل الأساسي. يعني داعش من فقط خرجت 2014، الدول العربية هي الأخيرة في كل شيء في القوائم التقدم الدولي من حوالي 60 أو 70 سنة لم تكن هناك داعش. مشكلة الدول العربية الحقيقة هي النظام العربي البائس الموجود هم يحكمها اليوم، اللي من نتائجه في الأخير هو خروج داعش، ولا ندري ماذا سيخرج علينا في السنوات القادمة. سيد البكوش في إجازة لو سمحت، كيف بإمكان الأطراف الليبية اليوم أن تتفاعل مع جامعة الدول العربية، وما تقدمه هذه الجامعة من مقترحات للقضاء على خطر ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد؟ أعتقد أن نحن الليبيين نقولوا خلينا نجوها من الأخير. أنا في بدأ نمشي للجامعة العربية، نمشي نتكلم مع مصر والإمارات ونختصر الوقت ونختصر المجهود وهالبروتوكولات والدبلوماسية. الجامعة العربية السيد أبو الغيط قرارها عند الحكومة المصرية والإماراتية والسعودية، هذه هي الحقيقة. أما بخصوص القوة العربية المشتركة، لا يمكن يا سيدتي أن تنشأ قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب أو لأي غرض شرعي في ظل هذا القمع الموجود في العالم العربي. ما عليك إلا أن تنظري إلى مؤشرات الديمقراطية والحرية في العالم العربي وتعرفين أن هذه القوة هي لقمع الديمقراطية. ولكن أخيرا أريد أن أقول بأن هناك تحرك مصري ربما إيجابي، وعلينا وبالرغم من أننا نرحب بهذا إلا أننا يجب أن نؤكد أن على مصر طريق طويل قبل أن تعيد اكتساب مصداقيتها. أشكرك.
كوسيط نزيف في الصراع الليبي. أشكرك جزيلا، بهذا نصل إلى ختام حلقة العاشرة. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة الصحفي أحمد جمعة، وعبر الهاتف أيضا ولكن من مصراتة الناشط السياسي أحمد روياتي، عبر سكاي من روما الناشط السياسي محمد فؤاد، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش. أشكركم جميعا ضيوفنا ومشاهدينا على كرم المتابعة. أنتم أيضا تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، ودمتم في أمان الله.